تجسيدا لتعهدات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية بصفة عامة وقطاع المالية على وجه الخصوص إدارة الأملاك الوطنية، ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام ورقي بالخدمة العمومية للمقدمة أو المقدمة للمرتفقين. إن هذه الاتفاقية ستمكن قطاعنا أو قطاعينا الوزاريين بلا شك من تحقيق تعاون مثمر والتنسيق مستمر وفعال يسمح بالجرد ومتابعة وضعية جميع الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني من أجل أو من خلال تطبيق الرقمي من نوع ويب الذي تم تطويره لهذا الغرض من قبل إطارة المديرية العامة للأملاك الوطنية والذي يحمل تسمية باتريمون دي زد.